السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جبنا لكم خبر شوية شوية شباب على السيد رياض محرز، اللاعب تاع مانشستر سيتي. اللاعب هذا اللي نتكلموا عليه بافتخار، تكلم عليه بافتخار، خاطر علاه نتكلم عليه بافتخار. هذا اللاعب ابن الجزائر اللي ادهش الصحافة العالمية، أدهش خبراء في كرة القدم، ماشي علماء، أيش خاين تاعنا تاع قفص الحيوانات، اللي قال لهم أنا لاعب غير يجري قدامي دقيقة الأولى أنا عارف ولا لاعب كبير. هو قال الإحصائيات تاعهم اللي قال لك باللي غادي الألمان تديها، وغادي منه غادي فلان وغادي فلان. ما قالش الألمان، استغفر الله ربي، ما قالش الألمان فريق كبير. الألمان راه ديجا يخمو لونتيير ما يطردوش، وعندهم جوال غادي 2022 تشوفوا الألمان من جديد كاع جاي عاودوا جاي دماء جديده. قال لي قال لهم كوريا من غادي تروح كاع كاع فاتوا كاع كاع. واللي قال لك مشي لعاب خرج لعاب، اللي عايرو هو كاع خرجوا لعابين، كاع يخرجوا لعاب، كاع خرجوا لعابين كبار. حنا شنا محرز كيفاش هذا العالم هذا تاعنا تاع قفص الحيوانات كيفاش كان ينتقده. قال لك باللي حنا اللعابه تاع ليكيب ناسيونال هما اللي طردوا لونتينر، هو اللي يجيبوا لونتينر، هما اللي يديروا التشكيله. حنا يبغيناه ان شاء الله بربي ينتقد فانيك ميسي تاعه، ميسي ولده، ميسي ينتقد ميسي خاطر عليه لونترينور كيفاش كان يتعامل مع ميسي، وميسي كان يدير، كان هو اللي كان يدير قائمه تاع اللعابه. حنا نتمنوا ننتقدوا، ولا راه ما راه هنا، ما راهش هنايا، راه في فرنسا، راه احتفل هذاك تاع ديك القناه تاع قفص الحيوانات، ما راهش هنا، راح هو والزيرو صاحبه راحوا يحتفلوا في فرنسا في الشانزيليزي بالويسكي، كلش كلاسي، راه يحتفل ويدور ويضحك ويلعب. خاطش على بلادو، ام الاب تاعو ربح كوب دي موند، راح يحتفل معهم الشانزيليزي، شافوه بالناس، شافته وكلش، مع الناس ما يصير تكذب عليه، واللي يقول لي ما يكذبش، انا اللي خبرني ما يكذبش، شافوه نورمال. يحتفل بالويسكي كلاسي كلش، الناس هذو اللي ما يحشموش. احنا اليوم خلينا منهم. محرز ابهر اصحاب الكره المستديره، ابهر العالم. محرز ليك مصا يدخل في اموال باهظه للفريق تاعو بالمبيعات تاع تاع لاتوني تاع مانشستر سيتي، خاصه التوني تاع محرز، الليميرو تاع محرز 26 رياض محرز، اللي راه حطم كاع الارقام القياسيه في التاريخ تاع كره، في التاريخ تاع مانشستر سيتي بالمبيعات بزياده في المعجبين تاع في اليوتيوب، في القناه تاع مانشستر سيتي. فانيك الناس كيفاش دخلت ابونات في هذه القناه، كما نقولوا حنايا شحال كاين الجزائريين قاعد دخلوا القناه تاع مانشستر سيتي، وين ابهر حتى المدرب تاعو. شفنا كيفاش المدرب يراقب في محرز في الفنيات تاعو، في القدره تاعو، القدره الكبيره في التعامل مع الكره، في التدريبات، في الكونديسيون فيزيك. يعني ابهر كاع صحابو، وراه هو اللاعب رقم واحد عند غوارديولا، هذا المدرب القادر الذي سوف يجعل من محرز اللاعب ينافس على احسن لاعب في العالم، غادي يجعله ينافس على احسن لاعب في العالم. عقلوا عليا شنو نقول لكم. يعني اليوم محرز اللي شناه في بزاف في الامور، ميم في التسيير، ميم في الجرائد، ميم في الجريده الخاصه تاع المجله الخاصه، الاذاعه الخاصه تاع مانشستر سيتي، راهي عندهم مشاهده، راهي عندهم مبيعات، راهي يعني. قال لك كي جا هذا اللعاب الخير جا معاه، الخير قبل ما نبداو الشامبيون، الخير راه كاين على هذيك. هذا المحرز هو مشكور ابن الجزائر، وين راه يزيد يعرف في القضيه الوطنيه الجزائر، درابو الجزائر. على ذيك تحيه ابناء الجزائر اللي في اوروبا، صحيتو ربي يحفظكم. ولاد الجزائر اليوم يبينوا في الجزائر، خير خارج الجزائر، صحيتو ربي يحفظكم.